من برنامج أخبار البلاد، أهلا بكم مشاهدينا. تعتبر وزارة التعليم أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة الليبية، وفي الفترة الأخيرة شهدت الوزارة العديد من الأحداث والتحركات عبر مكاتبها ومراقباتها بمدن أو بمختلف المدن والقرى الليبية التابعة لها. هذه الحركة ربما رآها مراقبون غير كافية، وتعرضت أيضا سير العملية التعليمية في مختلف مراحل الأساسية والثانوية وحتى الجامعية للانتقاد. نسلط الضوء اليوم على ما قدمت وما ستقدم وزارة التعليم بالحكومة الليبية، صحبة ضيفي السيد الوزير فوزي بومريس. نرحب بك سيادة الوزير، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. البداية لو نحكو عن آخر المستجدات حول الاجتماعات الأخيرة اللي قمت بها مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وأيضا إقراركم بأن العملية التعليمية ستنطلق قريبا ولتم تحديدها في شهر أغسطس بداية الشهر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد جدا أن نكون اليوم في استديوهات قناة الحدث، وبالذات في برنامج أخبار البلاد. بداية كل الشكر والتقدير والعرفان لكل العاملين بقطاع التعليم، سواء التعليم العام بمرحلته الأساسي والثانوي أو التعليم الجامعي أو هيئة التعليم التقني، ولا تحية والتقدير والعرفان أيضا لكل العاملين بكافة الإدارات بوزارة التعليم على كل المجهودات التي تبذل من أجل إتمام العام الدراسي وإنجاح العملية التعليمية. أختلا، يعلم الجميع أن وزارة التعليم من أهم الوزارات في الحكومة الليبية، وتقدم خدماتها لكافة أبناء المجتمع الليبي في كافة أنحاء الأراضي الليبية. أينما توجد الحكومة الليبية وسيطرتها نقدم في خدمات لأبناء هذا المجتمع العظيم. نحن كوزارة التعليم تم إيقاف العام الدراسي نتيجة هذا الوباء اللعين، وباء كورونا، وكانت لنا إجراءات احترازية سبقت حتى تشكيل اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا التي شكلت من قبل القيادة العامة وإذا الحكومة الليبية. أوقفنا الدراسة في ذلك الفترة حفاظا على صحة أبنائنا الطلبة والطالبات ومعلماتنا ومعلمينا وكافة العاملين بأعضاء التدريس بالجامعات والمعاهد العليا. جددنا قرار إيقاف الدراسة إلى أكثر من مرة، ليس عبطا ولكن للمحافظة كما قلت على صحة كل العاملين بقطاع التعليم، وكان ذلك بالتشاور والانسجام والتناغم مع اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا. لله الحمد بالأمس اجتمعنا مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وأيضا اللجنة الاستشارية الطبية، وقد تم الاتفاق على إعادة الدراسة واستئناف الدراسة في التعليم العالي بناء على قرار رقم 211 اللي صدر من وزير التعليم. وأحكام هذا القرار طبعا مادتين، المادة الأولى اللي تستأنف الدراسة بالجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا العامة والخاصة اعتبارا من 9/8/2020 مع مراعاة الضوابط التي وضعتها كل مؤسسة تعليمية بما يتفق مع اللائحة 501 لسنة 2010 اللي تنظم عملية التعليم في المؤسسات التعليم العالي. وأيضا تلتزم كل مؤسسة. سيادة الوزير، لماذا تم اختيار يوم 8 أغسطس أو بداية شهر أغسطس للعودة للدراسة؟ علما بأن يعني العام الدراسي الجديد يفترض أنه هو يبدأ مع مطلع شهر سبتمبر. ممتاز جدا، نحن نعمل بجانبين. الجانب الأول، هدفنا الأول زي ما ذكرت للعاملين في قطاع التعليم بصفة عامة المحافظة على صحتهم. ثانيا، استكمال العام الدراسي وعدم ضياع هذا العام الدراسي. اخترنا 8 أغسطس لانطلاق الامتحانات في سنوات النقل في التعليم العام، واخترنا 9 أغسطس لإعادة استئناف الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا، لأننا في الاجتماع الأمس اللي ذكرته تم طبعا في إجراءات احترازية أكثر من 25 نقطة لابد أن تتخذها كل مؤسسة تعليمية سواء في التعليم العام أو مؤسسة التعليم العالي. هذه الإجراءات وضعت من قبل اللجنة الاستشارية الطبية، وبالتالي تحتاج إلى إمكانيات تقوم الوزارة بتوفيرها حتى تستأنف الدراسة أو إجراء الامتحانات. الوزارة اللي تملك الآن الإمكانيات المادية، وبالتالي لجنة مجابهة كورونا اللجنة العليا مطلوب منها التوفير مع تنسيق مع السيد رئيس الحكومة، ونحن على ثقة كبيرة جدا أن السيد رئيس الحكومة يولي اهتمامه بشكل كبير جدا بقطاع التعليم، وبالتالي سوف يكون هناك توفير هذه الإمكانيات خلال هذه الأسابيع حتى نستطيع استئناف الدراسة في شهر أغسطس إن شاء الله بعد العيد. لو نتحدث أو عندما نتحدث عن عودة الدراسة
أو حتى إجراء امتحانات في ظل هذه الأزمة؟ إذا سوف نتحدث عن الإجراءات الاحترازية والوقائية، ما هي تجهيزاتكم بهذا الخصوص؟ طبعا زي ما ذكرت لك سابقا الإجراءات الاحترازية نحن نعمل بناء على توصيات من اللجنة الاستشارية الطبية اللي هي مسؤولة على وضع جام كافة الإجراءات الاحترازية على مستوى دولة ليبيا، وبالذات الآن نحن في قطاع التعليم أو أي مؤسسة تريد أن تعود إلى العمل. حددت لنا أكثر من 25 نقطة في نقاط إحنا ملتزمين ونستطيع أن نطبقها من غدا إن شاء الله، وفي نقاط لابد من توفير لها إمكانيات. لو سبيل المثال كمامات، تعقيم وتطهير المدارس، توفير أجهزة قياس الحرارة، كل هذه الأشياء مطلوب توفيرها، وبالتالي فهناك سوف يكون هناك تنسيق ما بين اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وما بين السيد رئيس الحكومة لتوفير هذه المتطلبات من أجل انطلاق العام الدراسي في المستوى التعليم العالي. في رأيك سيادة الوزير، لماذا البعض يتحدث عن وقاية القطيع أو ما يسمى بأن نوع من الاستعجال حول هذه الخطوة؟ لا، ما هوش استعجال نحو هذه الخطوة. أولا نحن الأمانة كانت كل عملنا اللي نشتغل به حسب خطط وبرامج، وكانت لدينا أكثر من خطة يضعها الأخوة التربويين المختصين في هذا المجال. لابد من قبول التحدي، العالم بدأ يعود ونحن أيضا لابد أن نعود ولابد أن تستمر الحياة، ولكن بشرط المحافظة، ونضع هدفنا الأول على صحة كل العاملين بقطاع التعليم. هذا أولا. ثانيا، نحن الآن نرى في تقارير طبية أن هذا الفيروس قد يكون هناك الجيل الثاني والجيل الثالث، وقد تكون هناك هجمة شرسة في الشتاء، وبالتالي لابد من أن نعود للحياة وأن لا يضيع العام الدراسي، ولكن مع الالتزام، وهذا أكدنا عليه في قراراتنا بالإجراءات الاحترازية. العالم اليوم سيادة الوزير يتبع في كل إجراءاته بالتوصيات التي تقوم بتقديمها منظمة الصحة العالمية، وضمن هذه التوصيات يعني ربما إمكانيات وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية في ليبيا لا يمكنها تطبيقها. يعني لما نحكي على 15 طالب في الفصل الواحد، لما نحكي على استيراد الكمامات والمعقمات بشكل مستمر، تمام. ما هي إجراءاتك؟ زي ما ذكرنا الإجراءات الاحترازية نحن ملتزمين بتطبيقها بشكل كبير جدا، وأي مؤسسة تعليمية سواء في التعليم العام أو التعليم العالي وأيضا في القطاع الخاص للتعليم العام أو العالي لا يمكن أن نسمح له ببدء الدراسة أو إجراء الامتحانات إلا لما تتوفر هذه الإجراءات الاحترازية. الآن زي ما ذكرتي حضرتك، أهم نقطة مثلا بالنسبة لنا نحن اللي نتولوها كوزارة التعليم ومؤسساتنا التعليمية في القطاع وأيضا في القطاع الخاص في التعليم العام أو التعليم العالي، عملية التباعد. احنا الآن في وضع في الامتحانات وضعنا خطة بإذن الله سوف تكون ممتازة جدا ونضمن فيها التباعد. احنا لما ذكرنا أنه وصدرنا في قرارنا 8 أغسطس حيكون امتحانات النقل لأول مرة اختلاه، أن يكون في امتحان موحد، جدول موحد على مستوى الدولة في ما يخص مراحل النقل. المعروف دائما في امتحانات موحدة في الشهادة الإعدادية وشهادة ثانوية، لكن هذا العام نتيجة الظرف الاستثنائي وأيضا للمحافظة على صحة أبنائنا، فاصدرنا القرار أن تتولى إدارة الامتحانات بوضع جدول موحد على مستوى الدولة، وبإذن الله غدا سوف يكون هذا الجدول. طيب، لحظة أن نوضح لو سمحتي. بالتالي الأسبوع الأول اللي هو في 8 أغسطس إلى نهاية الأسبوع حيكون امتحانات السنة رابعة، خامسة، سادسة. طيب لو تسمح لي بس سيادة الوزير، اليوم لما نحكو عن عودة الدراسة، يعني شن ممكن الضمانات اللي تقدموها كوزارة التعليم لكل الأباء والأمهات لأنهم هم يكونوا خايفين على عيالهم؟ تمام جدا. أنا نتمنى أن نستكمل عشان نوضح الرؤية للأخوة المشاهدين. لما نقول لك أن احنا التباعد، وهذا فعلا يخوف أولياء الأمور وكل المهتمين بقطاع التعليم، أن عندنا في أعداد كبيرة من في الفصل يكونوا أحيانا اللي عند 40 و45 طالب، وبالتالي كحد أقصى وضعتها لنا اللجنة الاستشارية الطبية أن يكون 20 طالب. احنا في خلال الامتحانات وضعنا على مستوى مدارس الدولة في الدولة الليبية أن يكون امتحانات الأسبوع الأول سنة رابعة وخامسة وسادسة، تستغل المدارس بالكامل لهذه السنوات. الأسبوع اللي بعده أولى إعدادي وثاني إعدادي، الأسبوع اللي بعده أولى ثانوي وثانية ثانوي بشقي الأدبي والعلمي، وبالتالي كل المدارس تستغل هذه السنوات، وبالتالي نضمن بإذن الله عز وجل أن في الفصل لن يكون هناك 15 طالب في إجراء الامتحانات، وبالتالي هذا الشرط متاع التباعد اللي مطلوب منا نحن كوزارة التعليم طبقناه. الشيء الثاني، احنا الآن لدينا لجنة تعتكف على دراسة العام القادم. نتوقع أولا نسأل الله عز وجل أن ينتهي هذا الوباء ويمر علينا مرور الكرام، ولكن لأي ظروف طارئة لابد من وضع إجراءات أو خطة للعام القادم. بدأت الآن اللجنة تشتغل، بدأت ملامح تتضح أن نحن قد نضطر إلى إلغاء العطلة يوم السبت. أيضا حنعمل على
قسم الطلبة على جزئين، فترة صباحية وفترة مسائية. سنعمل كل الخطط والبرامج اللي تضمن على الأقل يكونوا في أقصى حد لطلابنا في الفصل 20 طالب. فهذه عملية التباعد نطمن أولياء الأمور إن بإذن الله عز وجل حنحافظ عليها بشكل كبير جدا، سواء في الامتحانات أو في العام القادم طيب للدراسة. طيب سيادة الوزير، فيما يتعلق بأساسيات النظافة داخل المدارس، نحن نعرف أن في مدارس واجد يعانن من قلة الصيانة، أيضا الحمامات الخاصة بكل مدرسة ممكن تلقى فيها يعني معروفة تمام جدا، زائد أن ما فيش يعني عمالة للنظافة داخل كل المؤسسات التعليمية. الآن من ضمن الإجراءات الاحترازية اللي تم توزيعها وتعميمها على كافة مؤسساتنا التعليمية سواء في الامتحانات أو في مراحل الدراسة بإذن الله في العام القادم، من ضمن الإجراءات أن تقفل المقاصف، تقفل المقاهي داخل الجامعات والمطاعم، ايضا في المؤسسات التعليميه تقفل الحمامات الا للضروره القصوى، وبالتالي للمحافظه على صحه ابناء الطلبه وعدم انتشار الوباء او نقله ما بين ابنائنا. الشيء الاخر اللي نحب ننوهه الان، بالفعل لدينا العديد من المدارس تحتاج الى صيانه مستعجله، ولكن يا اخوان نراه عندنا اكثر من 2150 مدرسه. وزارة التعليم خلال السنتين كانت لها أكثر من 400 مشروع ما بين إنشاء وما بين صيانة للمدارس داخل البلديات بصفة عامة، ونحن طمحون أن الفترة القادمة يتم صيانة العديد من المدارس، ولكن الظروف اللي يعرفها الجميع، الحكومة الليبية المؤقتة تقترض من البنوك ميزانية للحكومة الليبية المؤقتة من شهر 10 في 2019 إلى الآن لم تتوفر. احنا كمراقبات تعليم من العام الماضي لم نستطيع نوفر لها ميزانية تسيرية، ولكن بجهد كل المخلصين من أبناء الوطن نتوقع أن إن شاء الله يكون القادم أفضل وتوفر طيب. سيادة الوزير، لماذا لم يتم تطبيق أو البدء في عملية الدراسة عن بعد مثلنا مثل باقي الدول الأخرى؟ البعض يرى أن هذه الخطوة في ليبيا ربما قد تأخرت، شهدنا بعض المحاولات أيضا من قبل محاولات أو مجهودات شخصية من قبل بعض المعلمين أو المؤسسات التعليمية قد نجحوا في استكمال بعض الدروس والتواصل مع طلابهم، في حين أن البعض يرى أن وزارة التعليم قد فشلت في تقديم هذه الخدمة بشكل فعال. تمام جدا. أولا كان للوزارة خطة من العام الماضي طموحها لعملية التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. للأمانة راه الإمكانيات تقف دائما أمامنا وتواجه صعوبات كبيرة جدا لإنجاح أي برنامج تود الوزارة القيام به، ولكن مع ذلك سجل كل الشكر والتقدير والعرفان إلى مفتشينا التربويين في كافة المناطق وعلى رأسهم بلدية بنغازي، قاموا بشغل كبير جدا وعظيم، أيضا إدارة تقنية المعلومات في الوزارة، أيضا الأخوة في إدارة الامتحانات، كل الإدارات اللي مهتمة بهذا المجال. من بداية جائحة كورونا تم تسجيل أغلب المناهج على مستوى التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بث عبر قنوات تلفزيونية، أيضا سجل لهم كل الشكر والتقدير لموقفهم مع وزارة التعليم وأبنائهم الطلبة، وإلى اليوم لا زالت هذه الدروس تبث عبر القنوات التلفزيونية. أيضا انطلقت قناة خاصة بوزارة التعليم على اليوتيوب وفيها كل هذه الدروس اللي تم بثها، أيضا انطلقت منصات تعليمية سواء في التعليم العام أو في التعليم العالي تهدف كلها وتعمل كروافد لإنجاح المسيرة التعليمية. أيضا أصدرنا قرار الفترة الماضية رقم 205 لتشكيل لجنة عليا على مستوى الوزارة من أساتذة مختصين في التعليم عن بعد، وذلك لإصدار لائحة لتنظم عمل التعليم عن بعد في مؤسساتنا التعليمية. اجتمعت هذه اللجنة انشقت من اللجنتين، نتوقع إن شاء الله عن قريب أن تصدر لائحة من وزارة التعليم لتنظيم المحاولات اللي قمت بها لتصدير بعض الدروس أو الإعلان عن بعض الدروس للطلبة زي ما ذكرت حضرتك، واللي يراها البعض أن هي لم تجد أي ردة فعل من الطلبة أو أن هي قد فشلت في تحقيق هدفها، لماذا لم نرى خطة بديلة أو التفكير بطريق أخرى حول أو الاستفادة حتى من تجارب أخرى في العالم حول فعالية هذه الطرق وهي التعليم؟ أولا لا أعرف ما هو المقياس اللي أنتم قستوا به على أساس أن ردة الفعل وأن نجحت أو غير لم تنجح. إذا كان نحن عن القناة مش نعرف على الاستطلاع ردود الفعل الناس يقولوا أنه ما فيش التزام أولا فعلا ما فيش التزام كامل من خلال الطلبة، ولكن نحن كان هدفنا أن أبنائنا الطلبة يتم تواصلهم مع مؤسساتهم التعليمية ويتم تواصلهم استمرارا في
العملية التعليمية عن بعد عبر هذه الوسائل اللي نحن اخترناها وكانت متاحة لنا، وهذا رأي عمل في كل أنحاء العالم. بثت قنوات الدروس عبر قنوات تلفزيونية مختصة، أيضا بثت عن عبر قنوات في اليوتيوب، أيضا عبر منصات تعليمية. فنحن استكملنا استفدنا من الخبرات اللي موجودة في العالم ومشينا عليها على نفس طيب النصر. ما رأيك في بعض التجارب الفردية لبعض المعلمين واللي ظهروا معنا خلال حلقات أخبار ممتاز البلاد؟ جدا، نحن نشجع لكل التجارب، ومكاتبنا مفتوحة لكل من مهتم بقطاع التعليم أو لديه أي فكرة أو أي خطة لتطوير قطاع التعليم، فهذا مشروع وطني كبير جدا يهم كل الليبيين، وبالعكس نحن نشد على يديهم. والآن نحن بدينا حتى في وزارة التعليم من خلال إدارة تقنية المعلومات إلى دورة لأكثر من 50 متدرب عن التعليم عن بعد، وبإذن الله خلال يومين أو ثلاثة حيتستكمل هذه الدورة على مستوى مختلف المراقبات التعليمية، ومن ثم هؤلاء الناس اللي تم تدريبهم عبر إدارة تقنية المعلومات بوزارة التعليم سوف يقومون بتدريب بقية المعلمين في كافة البلديات. أيضا في منصة تعليمية بإذن الله عز وجل خلال نهاية الأسبوع سوف يكون هناك احتفال لتدشين هذه المنصة التابعة لوزارة التعليم. طيب مؤخرا تم الحديث عن فصل التعليم العالي عن التعليم العام، ويعني هل ترى أن هذه الخطوة جيدة في الوقت الحالي؟ بالنسبة لهذه هذه طبعا سياسات فصل التعليم منظمة، هذا من حتى من أيام النظام السابق، أحيانا تفصل وأحيانا تنضم على حسب الإمكانيات المتوفرة حسب الخطط وعلى حسب البرامج المساعدة من هذه الأشياء. بالنسبة نحن في وزارة التعليم نحن إدارة تنفيذية أو مؤسسة تنفيذية، وزارة تنفيذية تقدم خدماتها. من يملك قصة الفصل أو بقائها طبعا عن طريق اجتماع للحكومة الليبية المؤقتة، ومن ثم يتقدم هذا التصور إلى البرلمان ويصدر فيه قرار من البرلمان خلال جلسة لهذا البرلمان. وبالتالي لو كان هذا الفصل للصالح العام فلا نمانع بذلك، ونحن في النهاية رجال نعمل للصالح العام ولصالح المواطن. طيب من باب تواصلكم مع البرلمان، هل بالفعل سيتم التصديق على هذا القرار؟ لا، إلى الآن لم يقدم أي تصور بهذه الطريقة. الآن تعرفين حتى الإمكانيات المادية والصعبة اللي تواجه الحكومة، نسأل الله عز وجل لنا في خلال هالفترة الآن اللي نرى فيها ممكن بعد إقفال النفط والضغوطات الشعبية من أجل الاستفادة من خيرات هذا النفط، وتكون هناك عدالة في التوزيع، وتم تفويض البرلمان وتم تفويض القيادة العامة للتحدث باسم الشعب الليبي من أجل عدالة التوزيع وليستفيد منها جميع بإذن الله عز وجل. سوف تكون هناك برامج لدعم هذه المؤسسات وهذه الوزارات لتؤدي العمل المطلوب منها. نعم. ملف آخر في وزارة التعليم هو المستحقات المالية للمعلمين. اليوم نتحدث عن غياب مرتبات المعلمين قسم الاثنين. أول حاجة مرتبات على كافة القطاعات من بينها التعليم زائد معلمي العقود، ماذا يعني رؤيتكم حول هذا الموضوع؟ أولا مرتبات العادية اللي تصرف للمعلمين والكل في الموظفين في الدولة الليبية. الآن مصرف ليبيا المركزي تقريبا أعلن على إحالة التغطية المالية إلى وزارة المالية بالحكومة الليبية، ويتم الآن تجهيز مرتبات شهر 5 و6 على مستوى الدولة بإذن الله عز وجل من خلال وزارة المالية، وإحالتها إلى كافة المراقبات المالية في البلديات ومن ثم إلى مراقبات والمؤسسات التابعة للدولة. الملف الآخر وفعلا كان ملف شائك اللي هو مرتبات العقود، هذا ملف كان قديم، هناك معلمين من 2016 لم يتقاضوا مرتباتهم يؤدوا في الواجب المطلوب منهم. عند تولينا وزارة التعليم اهتممنا بهذا الملف بشكل كبير جدا، حصرنا معلماتنا ومعلمينا. في البداية وصلتنا أعداد إلى 15,000 معلم ومعلمة لم يتقاضوا مرتباتهم، عندما شكلنا لجان ووضعنا معايير للتأكد من من يؤدون العمل من غير من يؤدي العمل، فوصل الرقم إلى 5,790 معلم ومعلمة. تواصلنا مع وزارة المالية مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق وبتعليمات من السيد رئيس الوزراء السيد عبد الله الثني، ولله الحمد استطعنا في الفترة السابقة إحالة أو أقام المصرف ليبيا المركزي بإحالة المخصصات المالية إلى وزارة المالية، ونتوقع إن شاء الله خلال هذا الأسبوع يتم صرف من تم التأكد من إجراءاتهم القانونية والإدارية وأنهم فعلا متواجدين بالعمل في مؤسسات التعليم. نعم، هذا الموضوع خصصنا له حلقة يوم الخميس الماضي، وبعد الحلقة وصلتنا العديد من الاتصالات من بعض المعلمين تحدثوا عن من هم قاموا بتوقيع عقود من سنة 2011 و2012، ولكن تحدثوا عن شكوى أن التسويات والترقيات لا تشملهم، لماذا؟ لا، أنت الآن لازم تفرقي. الآن إحنا لما حكينا على
المرتبات العقود، وانا قلت لك الان باذن الله الحمد لله انحلت الاشكاليه نتاعهم وحتنزل مرتبات مع بقيه الموظفين وحتبدا مستمره على طول، مش مجرد لشهرين وتوقف. بالنسبه للتسويات وبالنسبه للمستحقات، بالفعل نحن كوزاره نقوم خلال لجنه شؤون الموظفين بتعديل الدرجات وبإصدار القرارات للتسويات الوظيفيه، ولكن تنقص دائما التغطيه الماليه. التغطية المالية يعلم الجميع ونذكر فيها باستمرار ان نحن في الحكومة الليبية نقترض من البنوك، وحتى هذا العام اذا كان قلنا من السنة من 2019 من شهر 11 في 2019 الى الان لم نتمكن من الوصول من الحصول على تغطية مالية في وزاراتنا وما الى ذلك، فبالتالي هناك مشكلة نحن لسنا مسؤولين عليها. ما قام به ابناء القبائل وابناء الشعب الليبي من اقفال البترول والنفط حتى يتم الاستفاده من كافه هالايرادات، ايرادات البترول والنفط انت تعرفي ان الدوله الليبيه دوله ريعيه، الاستفاده كل ايراداتها عن طريق البترول، وبالتالي ما فيش موارد ثانيه تجي للحكومه الليبيه، وهذه الموارد حتى البترول احنا ما نستفيدش منها، تمشي للطرف الاخر. ولكن نتوقع لو باذن الله عز وجل تم بالفعل من خلال هالضغط اللي الان مستمر ومن خلال تفويض القياده العامه والبرلمان ان نتحصل على نسب من ايرادات البترول حتحل كل هذه المشاكل. طيب كيف يستطيع المعلم أن يضمن حقوقه؟ يعني البعض يمضي سنوات كثيرة في التعليم وأعتقد أن بند الترقية هو حق من حقوق المعلم. لا، بند الترقية من حق من حقوق المعلم يضمن حقوقه لما نصدر نحن القرار وبترقيته، ولكن قد تعجز المراقبة المالية في بعض البلديات عن توفير هذه التغطية المالية، وبالتالي يكون لا محفوظ، وبإذن الله لما تتوفر التغطية يتم صرفها. يعني حقوقه محفوظة. لا، إجراء في ضمان، في ضمان إجراءات الإصدارية لما يصدر له قرار بالترقية بالمستحقات المالية، هذا في حد ذاته ضمان يكفل له القانون. طيب لما نتحدث اليوم عن التعليم الخاص وكثرة إنشاء المدارس الخاصة باعتبارها طبعا هذه المؤسسات جهة تابعة أيضا لوزارة التعليم، فيه لوم كبير على بعض المدارس الخاصة على عدم تقديم الخدمة المناسبة للطالب، وأن هي تقوم ببيع الأسئلة الاسترشادية اللي تم الحديث عنها بسعر خاص، وأن ولي الأمر عانى من بعض المدراء المدارس اللي ما تفهموش هذا الأمر، كيف حتتعاملوا معها؟ نحن طبعا يعلم الجميع تم إعداد الأسئلة الاسترشادية لأبنائنا الطلبة والطالبات حتى ما يضيعش عليهم العام الدراسي، وتم اعتمادها من إدارة التفتيش التربوي على مستوى الوزارة، وتم إحالتها لكافة مراقبات التعليم بالبلديات وأيضا إلى المدارس، وصلت مدارسنا بالكامل. لكن الثقافة اللي موجودة عندنا باستمرار عملية البيع والاستغلال وانتهاز هذه الفرص هذه موجودة في كل المجالات، ولكن نحن لو جت أي شكوى من مدرسة معينة أن تبيع في هذه الأسئلة أو لأبنائنا الطلبة فنحن مستعدين أن نحاسب هذه الجهة، وهذا علينا. لم تصلكم معلومات حول هذا الأمر؟ لا 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 لا، من خلال متابعتكم أو متابعتنا بشكل كبير جدا لم تصلنا أي شكوى رسمية. أيضا نحن مهتمين من خلال الصفحة اللي موجودة لوزارة التعليم، وعندنا ردود على كافة التعليقات اللي تصل من معلمينا ومعلماتنا، وحنوري هذا الموضوع اهتمام بشكل كبير جدا. طيب شنو هي الآلية اللي تقوموا من خلالها بتنظيم القطاع الخاص التابع للتعليم؟ القطاع الخاص التابع للتعليم هذا توجد تشرف عليه إدارة التعليم الحر بالنسبة للتعليم العام الأساسي والثانوي، وبالنسبة للتعليم العالي توجد إدارة اسمها إدارة التعليم الخاص تتبع وكيل شؤون التعليم العالي، والإدارة التعليم الحر تتبع السيد وكيل التعليم العام. هناك إجراءات في حال افتتاح أو الرغبة في إنشاء أي مؤسسة تعليمية سواء عام أو خاص، ولابد من إتمام هذه الإجراءات بالكامل، وثم تخرج لجنة لمعاينة المقر المكان اللي سواء تكون فيه مدرسة أو كلية أو معهد، وعبر إجراءات إدارية وقانونية سليمة. رغم بالفعل هناك بعض الملاحظات على المدارس انها ما التزمتش بالشروط اللي يجب توفرها في المدارس الخاصة، والعام الماضي شكلنا لجنة وانطلقت هذه اللجنة على كافة المدارس وقدمت تقاريرها، وأيضا حتى في التعليم العام العالي، ولكن نتيجة لجائحة كورونا وقف عمل هذه اللجنة، ونتوقع إن شاء الله أن يستمر وتقدم تقاريرها في الفترة القادمة. وزارة التعليم هي من المؤسسات الخدمية داخل المجتمع، هل هناك تواصل فيما بينكم وبين وزارة التعليم بحكومة السراج؟ اولا بما يسمى حكومه السراج لا يوجد تواصل ما بين الوزارتين، لكن احنا للامانه ونقول على الملا لما توليت وزاره التعليم العام قبل عامين، فاول امتحانات كانت للشهاده الاعداديه الثانويه، حاولنا بكل الطرق ان يكون هناك توحيد للامتحانات على مستوى ليبيا وان نبعد التعليم عن كافه التجاذبات السياسيه، ولكن للاسف شلنا الطرف الاخر حقيقه لا ينظر لنا كدوله او ك حكومة أو كل هذه الأشياء، وبالتالي فشلنا في التواصل معهم، لكن احنا من
أعطينا تعليماتنا لكافة الإدارات للصالح العام، أن يتم التعاون مع الإدارات اللي موجودة في طرابلس، وأن نبعد التعليم عن أي أمور أو تجاذبات سياسية. نعم، ما الذي تملكه وزارة التعليم من مشاريع قادمة بإذن الله؟ مشاريع قادمة، كانت هناك مشاريع طموحة بشكل كبير جدا زي ما ذكرتي حضرتك في البداية، من أجل صيانة وإنشاء العديد من المدارس، ولكن للأسف تأخر الميزانية العامة للدولة، أيضا جائحة كورونا ووقفت هذه المشاريع. نحن نعلم إلى الآن ونقول بكل صدق لا زالت هناك في مدارس متهالكة بشكل كبير جدا تحتاج إلى صيانة عاجلة، أيضا هناك مدارس نحتاج إلى إنشاء مدارس، لدينا كثافة طلابية في بعض المدارس رغم أن العام الماضي تم توريد أكثر من 125 فصل متنقل حديث، وتم توريد أكثر من 40,000 مقعد لأبنائنا الطلبة وصبرات وخططات وأيضا مستلزمات التعليمية بالكامل، وتم توزيعهم ونحن لا نرى تسدينا كل النقص. نعم. اللي كان موجود. طيب، لماذا لم يتم استغلال وقت الحظر اللي تم إقراره في الفترات السابقة بسبب الجائحة وتم صيانة هذه المؤسسات؟ لشيئين. أولا تعلمي جيدا أن وقت الحظر كان ممنوع الحركة، مش حتى على أبنائنا الطلبة، حتى على الناس العاديين والشركات والمقاولين وما إلى ذلك. والشيء الآخر لعدم توفر التغطية المالية للحكومة الليبية المؤقتة، فبالتالي لا يمكن القيام بأي مشروع إنشاء صيانة غيرها من غير توفير تغطية مالية، وإلى الأمانة إلى الآن ما زلنا نعاني من هذه المشكلة. طيب، ننتقل لنقطة أخرى حول طبيعة المناهج التعليمية اللي دائما تواجه الانتقادات على مر السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة. المناهج التعليمية ما يتمش تطويرها مع مرور السنوات، شن ردكم على هذا؟ ردنا على هذا احنا خلال المناهج التعليمية، استكمالا حتى لسؤالك والحديث عن التعاون ما بيننا وبين الأخوة في طرابلس، بالفعل عندنا المركز العام للمناهج اللي موجود في الحكومة الليبية المؤقتة في وزارة التعليم، لديها تعاون كبير جدا واجتماع ويقروا دائما في هالمناهج اللي تطبع وتصل لأبنائنا الطلبة والطالبات. لدينا خطة لتطوير هذه المناهج بما يتناسب مع ما هو موجود الآن في تطوير التعليم، وخاصة حتى في التعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني، ولكن تقف للأمانة ونقولها ونكررها باستمرار الإمكانيات المادية أمامنا. أيضا احنا راون عنه في قصة، احنا حتى طباعة الكتاب للأمانة لم نتمكن من طباعته في الحكومة الليبية، وبالتالي نحن نقوم بتوريده من طرابلس نتيجة عدم توفر هذه الإمكانيات المالية اللي تحتاجها مئات الملايين لطباعة الكتاب المدرسي. من هي الجهات اللي تقوم بمراقبة هذه المناهج التعليمية؟ مراقبة هذه المناهج، هناك اتفاق ما بين إدارة المناهج أو مركز المناهج في الحكومة الليبية وأيضا مركز المناهج الموجود في طرابلس، دائما في اعتماد المناهج والمقررات الدراسية يتم اجتماع ويتم مراجعة هذه المناهج من قبل الخبراء الموجودين في المركزين سواء في طرابلس أو في البيضانش. نعم، طيب، حول رؤيتكم للمناهج المقدمة للطلبة، ألا توجد يعني رأي لحضرتكم حول المواد اللي تم تقديمها أو نوعية الدروس؟ لا، خاصة من ناحية تاريخية، دائما يقول لك أن التاريخ الليبي دائما مغيب عن المناهج. هذا للأمان هذا ليس لن يكون لوزير التعليم في شخص رأي لهذا المجال، الرأي هو دائما للخبراء الموجودين والتربويين اللي موجودين وخبراء المناهج في المركز العام للمناهج، الآن يشتغلوا بشكل كبير جدا، وعلى مع قبل بداية العام بإذن الله عز وجل حيكون في تقرير عن كافة المناهج، وبالذات أنا الفترة الماضية تم خلال كتاب التاريخ أنه ذكر فيه الاحتلال الإيطالي، الاحتلال التركي العثماني الغاشم على بلادنا، وكانت هناك اعتراضات من كثير من الناس على وجود ما يخص هذا الاحتلال. كلفنا مركز المناهج وعد تقرير بأن هذه مرحلة تاريخية لابد أن تذكر، لابد أن يعرف أبناء الشعب الليبي ما تعرض له من مجازر ومن حروب ومن احتلال من قبل هذا العدوان العثماني، وأخرنا بشكل كبير جدا، وبالتالي مراجعة المناهج إقرارها هذا من قبل المركز العام للمناهج. نعم، طيب، غياب الجانب التثقيفي والجانب الترفيهي خلال العملية الدراسية، نشهد الكثير من الشكاوى من قبل بعض المدرسين، أيضا من قبل أولياء الأمور، أن الطالب اليوم ما يتمتعش بجوانب أخرى ممكن تنمي من قدراته. بالفعل، جانب الترفيهي وجانب تفعيل جانب النشاط الثقافي والجانب الرياضي والجانب الفني ينقصنا في مدرسنا بشكل كبير جدا، وهذا نعترف به، لا يوجد لدينا الإمكانيات. حاولنا العام الماضي توفير مستلزمات من أجل
إحياء النشاط الرياضي والفني والثقافي داخل مؤسساتنا التعليمية، وقدمنا المراسلات وطلبيته السيد رئيس مجلس الوزراء، ونعتقد بإذن الله عز وجل في حال توفير طاقة المالية أن يكون توفر لنا كل هذه المستلزمات اللي تساعدنا في هذا المجال، إحياء هذا المجال داخل مؤسساتنا التعليمية. طيب إلغاء حصة الفنون والرياضة حتى هي تتطلب الإمكانيات؟ نعم جيد، تتطلب إمكانيات حصة الفنون والرياضة، تحتاج أنت المدارس إلى شبكات، إلى كرة قدم، إلى كرة التنس، كل هذه الأدوات المطلوبة، تحتاج إلى معامل الرسم، تحتاج إلى آلات موسيقية في المدارس، هذه كلها تحتاج إلى إمكانيات مادية، وطلبناها بالكامل من السيد رئيس الوزراء. ولكن أنا خلال حتى العام القادم إذا نسأل الله أن يزيل عنا هذا الوباء، ولكن إذا كان مازال الأمر مستمر بهذه الطريقة حنضطر إلى إلغاء هذه الحصص بالكامل، لن تكون في المدارس، وحنعمل على إرجاع يوم السبت، وحنعمل على إلغاء الاستراحة، ونعمل على تقليص الحصص زمن الحصة الدراسية، وأيضا بعض المقررات نحن الآن في الدراسة لأن ممكن تلغى حتى بعض المواد من أجل أن يبقى الطالب في المدرسة أقل وقت ممكن ويستفيد من الدروس العلمية لأهل المرحلة. ليس لديكم أي خطط مستقبلا لعودة هذه المناشط داخل مؤسسة تعليمية حتى بأقل الإمكانيات؟ لدينا، وكان المفترض في إدارة النشاط على مستوى وزارة التعليم أن تقوم بالعديد من المناشط على مستوى الدولة، ومسابقات المذيع الصغير، أيضا القصص، المهرجانات الرياضية. مع العلم أن هنا في مدينة بنغازي أقيم أكثر من نشاط رياضي كبير جدا، وتشرفنا بحضور هذه المهرجانات الرياضية قبل جائحة كورونا في بانطلاق العام الدراسي، سواء أشرف عليه إدارة التعليم الحر لسجلهم كل الشكر والتقدير لعلي مشهوداتهم، وأيضا إدارة النشاط في مراقب التعليم بنغازي اللي بذلت مجهود كبير جدا بالإشراف من الإدارة العامة للنشاط على مستوى وزارة التعليم. طيب ننتقلوا لجامعة بنغازي، واللي إلى هذه اللحظة ننتظر استكمال صيانة لكلياتها. ما هي آخر المستجدات حولها؟ مستجدات جامعة بنغازي، طبعا نحن نولي جامعة بنغازي اهتمامنا بشكل كبير وبشكل خاص، أنا أحد أبناء هذه الجامعة واحتز بها. جامعة بنغازي لها فضل على ليبيا بشكل عام، خرجت العديد من أبناء ليبيا ولهم الآن مسؤولين سواء في الفترة السابقة أو الآن، لنا كل الفخر واعتزاز أن ننتمي لهذه الجامعة، وحقيقة أحيي كل العاملين بالجامعة من رئيس الجامعة لأعضاء التدريس الموظفين إلى طلاب هذه الجامعة العريقة بشكل خاص. إحنا في وزارة التعليم تم تخصيص العام الماضي قيمة 52 مليون دينار ليبي لإنشاء المشاريع داخل جامعة بنغازي، كان هناك أكثر من 22 مشروع داخل الجامعة لصيانة المباني المتهالكة نتيجة حرب التحرير اللي خضتها القوات المسلحة العربية في تحرير مدينة بنغازي، وكان آخرها في معقل الإرهابيين داخل الجامعة، وكان مقصود عمل منهج تدمير الجامعة. كم مدة هذا المشروع؟ المشروع عددا 22 مشروع، كان الأقصى مشروع ممكن مدة زمنية سنة، ولكن بعض المشاريع إلى الآن متعثرة، والعديد من المشاريع تم استكمالهن نتيجة سنة مدة تطبيق هذا تنفيذ هذه المشاريع صيانة. وهذه المشاريع قد نلاحظ أحيانا لا تؤدي صيانة كاملة للجامعة، إنما هي مشاريع من أجل تشغيلية لأجل استمرار العملية الدراسية، صيانة قواطع للمحاقعات المحاضرات في كلية القانون، في كلية الأداب، مدرجات في كلية العلوم، أيضا مكتبة في كلية الهندسة. عند وضع هذه الخطة كم المدة الزمنية اللي تم تحديدها؟ المدة الزمنية في العادة دائما توضع مدة زمنية لتحديد من قبل المهندسين وإدارة المشروعات سواء في الجامعة أو سواء في وزارة التعليم لإنشاء لاستكمال هذا المشروع، أحيانا 6 شهور، أحيانا سنة، أحيانا سنة ونص، إذا كان إنشاء جديد يصل أحيانا حتى لسنتين، ولكن للأمانة كانت المفترض أن تكون بالكامل كاملة، ولكن نتيجة الظروف اللي تمر بها أحيانا تأخير صرف مستحقات المالية للمقاولين، أو بعض الإجراءات التوريد، بعض الأشياء اللي تحتاج من الخارج فتكون هناك عملية تعطيل من المقاولين، نمنح تمديد للمشروع، نعطي حتى للشركات انذار الأول وانذار الثاني وانذار الثالث. طيب ثم المشروع. نعلم جميعا أن الكثير من الكليات في جامعة بنغازي تدرس بنظام الفصل، ومع كل فصل دراسي جديد يتم توافد يعني دفعات جديدة ربما تصل عددها بالألاف، والمقر اللي تم وضعه بشكل مؤقت هو لا يكفي لكل هذه الأعداد. لا يكفي لكل هذه الأعداد. نرجع جامعة بنغازي لعلم الجميع قبل 2011 كان مخصص لما يقارب عن 1.7 مليار لتطوير الجامعة.
احنا اليوم لما نحكي على قبل 2011 وجامعه ما هيش مدمره وجامعه كامله وموجوده، مليار و700 مليون. اليوم الحكومه الليبيه بصعوبه جدا خصصت مبلغ 52 مليون كبدايه المشروع، ثم خصصت ما يقارب، انا استكملتش حديثي، 70 مليون دينار للفتره الماضيه قبل تقريبا 6 أشهر. صدرت قرارات لصيانه بعض القاعات الدراسيه والاداره العامه وما الى ذلك. كان اكثر من 12 مشروع، 6 مشاريع كانت لابد أكثر من 5 مليون قيمة المشروع، فكان لابد أن نتمر على ديوان المحاسبة. تأخرت في ديوان المحاسبة لأكثر تقريبا من 3 شهور أو 4 أشهر. لله الحمد تمت الموافقة من قبل ديوان المحاسبة على كافة الإجراءات التعاقدية اللي قامت بها وزارة التعليم، وبالتالي حستنطلق المشاريع خلال الفترة القادمة إن شاء الله. أيضا التأخير اللي الآن إحنا لنا تقريبا أكثر من 4 شهور أو 5 شهور في قصة كورونا، وبالتالي تعطيل بشكل كبير جدا. كل هذه الأشياء أدت إلى تأخير تنفيذ هذه المشاريع. نعم. ننتقل لموضوع آخر فيما يخص جامعة بنغازي، هو موضوع المعيدين، واللي برضو طرحناه لجانب في إحدى حلقاتنا الأسبوع الماضي، وتوارد الكثير من الشكاوي من الطلبة حول وقوع ظلم عليهم، رغم أنهم يمتلكون الميزة اللي تخليهم كمعيدين داخل الجامعة، وأيضا لاحتياج أيضا بعض الأقسام داخل الكليات لمعيدين، ولكن هذا لم يتم. لا، هذا تم. طبعا رضا الناس غاية لا تدرك بأمانة. كل الناس الآن أحيانا تبي كلها معيدين، كلها تبي تدخل كلية الطب، كلها تبي تدخل، ولكن المتميز اللي يستحق تطبق عليه الشروط لابد أن يتمكن من هذا العمل. أنا قبل ما نصلكم كان عندي تواصل مع السيد وكيل شؤون علمية لجامعة بنغازي الدكتور عبد الكريم الغزالي، فطمني أنه في لجنة للشكاوى والطعون، إذا كان في أي حد ظلم فباستطاعته أن يتوجه لهذه اللجنة ويتم التحقق من إجراءات اللي تم اتخاذها. طيب. في قبول معيدين في كلية أو أخرى. نبهنا على السيد الوكيل أيضا أن لابد كل الأقسام تأخذ معيدين، وصلتنا معلومة أن في بعض الأقسام ترفض، ولكن لابد هذه دماء جديدة تبث داخل العملية التعليمية والاستفادة من هذه من أبنائنا الطلاب المتميزين ليكونوا أعضاء هيئة تدريس في الجامعة في المستقبل. في أقسام داخل كليات جامعة بنغازي لا تحتوي أصلا على معيدين، وفيه من الدفعات المتخرجة طلبة متفوقين ولكن يواجهوا الكثير من الصعوبات. نعم، هذا ما ذكرته الآن، وتواصلنا مع السيد وكيل الجامعة وطلبنا تقرير بالكامل عن ما تم بملف المعيدين، ولكن للأمانة أنا على ثقة كبيرة جدا أن الإجراءات التي تقوم بها الأساتذة في الكليات سليمة، ومع ذلك لابد من التحقق في حال وجود أي ورود أي شكوى لوزارة التعليم. نعم. في ختام حلقتنا سيادة الوزير، شنو الرسالة تحب توجهها لكل المعلمين وأيضا للطلبة؟ أولا في ختام حلقتنا لكم الشكر والتقدير مجددا في قناة الحدث برنامج أخبار البلاد على إتاحة هذه الفرصة. ثانيا أنا نحب نوجه رسالة إلى معلماتنا ومعلمينا، وأيضا لعام أعضاء التدريس في الجامعات وفي المعاهد العليا، وأيضا أبنائنا الطلبة وإلى أولياء أمورهم. نحن الآن في مرحلة تحدي كبيرة جدا، نعلم جيدا أن حتى زيادة في المرتبات لم تصل إلى معلماتنا ومعلمينا، نعلم جيدا أن حتى زيادة اللي طلبت في أعضاء هيئة التدريس والموظفين داخل الجامعات رغم قرار قانون الجامعات لم نتمكن من صرفها، رغم للأمانة وللتاريخ أن وزارة التعليم والحكومة الليبية قامت بكافة الإجراءات الإدارية المطلوبة منها، ولكن لعدم توفر تغطية مالية من قبل مصرف ليبيا المركزي هو ما أدى إلى عدم توفير هذه التغطية المالية وبالتالي هذه الزيادات. ولكن نحن على ثقة كبيرة جدا أن معلماتنا ومعلمينا قادرين على التحدي، وأنهم حيبذلوا قصارى جهدهم لعدم إضاعة فرصة لاستكمال العام الدراسي على أبنائنا الطلبة، وسوف يكون هناك تعاون منهم بشكل كبير جدا لإنجاح الخطة اللي وضعتها وزارة التعليم. أيضا أتوجه إلى كل مراقبين التعليم وإلى كل مدراء المدارس وإلى كل رؤساء الجامعات وإلى كل مدراء الكليات عمداء الكليات ومدراء المعاهد أن لابد من التركيز على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللي قامت بوضعها اللجنة الاستشارية الطبية. هدفنا الأول المحافظة على الصحة العامة لكل العاملين في قطاع التعليم وأبنائنا الطلبة، ومن ثم استكمال العام الدراسي. نعم، وصلتني بس رسالة من المعد تحتوي على إعلان صدر بتاريخ 11/7 يهيب مكتب امتحانات بنغازي إلى السادة ضيوف مدينة بنغازي النازحين ما بعد تاريخ 1/6/2020 من لديهم طلبة بجميع المراحل الدراسية الأساسي والثانوي
بضرورة سرعة الاتصال بمكتب الامتحانات بمراقبة تعليم بنغازي منطقة الكيش في غضون أسبوع من تاريخ هذا الإعلان ليتم تمكينهم من الامتحانات النهائية حتى لا يضيع عليهم العام الدراسي. شنو تعليقك؟ تعليقي طبعا نحن حتى العام الماضي لما كانت في معارك تحرير العاصمة طرابلس فكان هناك بعض الأخوة النازحين من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية وأيضا من المنطقة الجنوبية توجهنا بتسجيل هؤلاء أبنان الطلب الكامل في الشهادات الإعدادية أو الثانوية أو مراحل النقل، ولله الحمد تمكنوا من دخول الامتحانات وتسهيل الأمور الخاصة بهم. أيضا هذا العام لدينا العديد من النازحين من منطقة ترهونة والغرب الليبي أو من الجنوب، وبالتالي نتوجه ونؤكد على هذا الإعلان التواصل مع إدارات الامتحانات ومكاتب ومراقبات التعليم في البلديات بالكامل وليس في بنغازي فقط من أجل تسجيل أبنائهم واستلام الأسئلة الاسترشادية المعدة سواء في المرحلة أخيراً النقل. أخيراً بس سيادة الوزير، وجود النازحين في بعض المدارس هل يمثل إشكالية لديكم؟ سوف نعالج، نحن فتحنا مدارسنا وتعرف ظروف الحكومة الليبية وعدم إمكانياتها لتغطية حتى مصاريف الفنادق والعالقين في الخارج، وبالتالي كان لزاماً علينا أن نفتح مدارسنا وبيوتنا وقلوبنا لكل النازحين من أبناء هذا الوطن العظيم. نعم معالي الوزير الدكتور فوزي بومريز وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية، شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا لك. التحية والتقدير لزميل ملك شردة وأيضا علي رمضان، والتحية أيضا للمخرج الحلقة محمود جودة، تحياتي العيد. إلى اللقاء.